السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، وحشتوني كتير. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض قصة جميلة جدا، وهي إيه؟ أصل الكتابة. هي الكتابة ليها أصل يا معلمتي؟ أكيد طبعا كل شيء فيه ليه أصل. زي إيه؟ النهاردة هناخد أصل الكتابة، هنعرف إزاي الكتابة بدأت، إيه هي الكتابة، أول حاجة استخدمناها عشان نعرف نكتب. يلا مع بعضينا نبدأ نقرأ القصة مع صديقنا اللي احنا مسمينه. مين هو الطالب ده؟ في جريد ايه؟ في جريد 1، زينا كده، جميل وشطور، بيسمع كلام بابا. اسمه ايه؟ اسمه باسم. في يوم من الايام باسم دخل على الحجرة بتاعت والده، لقى ايه؟ قاعد بيقرأ قصة شيقة جدا جدا. سألهم: ماذا تفعل يا ابي؟ قال له: أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. يعني باسم دخل على بابا الأوضة وقال له: أنت بتعمل إيه يا بابا؟ قال له: أنا بقرأ كتاب. المفروض أنا لما أدخل على حد أسأله بصوت إيه؟ واطي وهادئ، وأخبط قبل ما أدخل. طبعا باسم زي ما علمنا عمل كده، راح بابا رد عليه وقال له إيه؟ أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. راح قال له ايه؟ كيف بدأت؟ راح قال له ايه؟ ريشة البطة كانت اول طريقة للكتابة. قال له: ريشة البطة؟ طب معقولة ريشة البطة اللي احنا بنرميها في القمامة دي كانت اول شيء استخدمه الانسان عشان يكتب؟ طبعا. ازاي؟ بنمسك ريشة البطة من طرف الريشة، بنبدأ نحطها في حبر ونبدأ نكتب بيها. راح قال له ايه؟ كيف كتبنا ازاي بيها يا بابا دي؟ راح قال له ايه؟ ريشة البطة كيف نكتب بيها؟ راح قال له: بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. راح قال الأب: ايه؟ عايز تعرف يا باسم تعرف ازاي تكتب وتستخدم ريشة البطة؟ فرح باسم فرحا كبيرا وقال له ايه؟ وقال له ايه؟ اريد يا ابي ان اكتب بريشة البطة. راح قال له: اريد ان اقرا معك هذا الكتاب يا ابي. راح قال له ايه؟ طب يلا مع بعضينا نبدا نقرا القصه تاني ونشوف ايه اللي هيقرا. قلت: كيف بدات؟ قال ابي: ريشه البطه كانت اول طريقه ايه؟ للكتابه. مع بعضينا الصفحه التانيه. قلت: ريشة البطة؟ واندهشت كده عشان عايزة أعرف إزاي هستخدم ريشة البطة وكيف نكتب بريشة البطة. قال الأب: بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. اللي بعديها كله بيقرأ معايا ولا لأ؟ برافو. قلت: أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. كده احنا عرفنا. عايز اسال ايه؟ سؤال بسيط وصغنن، والملحوظه الصغننه الكلبوزه، خدنا بالنا منها في القصه ولا لا؟ السؤال اللي على القصه: اول حاجه استخدمها الانسان في الكتابه كانت ايه؟ ايوه انا سامعاكم اهو، احسنتم، ريشه البطه. مع بعضينا يلا نبدا نحل اول نشاط. اله أصل الكتابة. سألت أبي: ماذا تفعل يا أبي؟ ماذا تفعل يا أبي؟ اللي بعديها قال الأب: أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. الأب قال له: اللي أنا بقرأ كتاب عن ايه؟ عن اصل الكتابة وازاي بدأت بريشة البطة زي ما انا عرفتكم. يلا مع بعض نقرأ الجملة تاني. قال الاب: اقرأ كتابا عن كيف بدأت الكتابة. قلت: كيف بدأت؟ مندهش طبعا باسم زيكم كده، عايز يعرف هي بدأت ازاي. قال له ايه الاب؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ريشة البطة كانت أول طريقة إيه؟ كتابة. برافو. أو بصوا مندهش إزاي؟
مندهش عايز يعرف ازاي. يلا بعدها ايه اللي جرى؟ الاب اهو شايفين ريشه البطه يا ولاد، شايفين هي دي الريشه بطرفها كده بنحطها في اللون اللي هو الحبر. برافو سامعاكم. وبدا يكتب بيها. احسنتم جميعا، برافو. بعد كده ايه شايفين؟ اهو اهو ده الحبر بقى، كانوا بيحطوه في الزجاجه كده يحطوه ويبداوا بطرف الريشه يبداوا يكتبوا. بص هو واقف ازاي مندهش، اهي ريشه البطه بدا الانسان يستخدمها ويكتب. ما كانش في زمان قلم، كانش في القلم الرصاص اللي عندنا ولا الالوان ولا القلم الجاف. اهو بص بدا يبتسم ازاي لما بدا يفهم اهو. ليه؟ عشان هو خلاص بدا يعرف ازاي كان الانسان بيكتب بريشه البطه. يلا نقرا مع بعض الجمله دي. قلت اريد ان اقرا معك هذا الكتاب يا ابي. عايز اعرف حاجه، ابي فيها ايه؟ متضاف لها ايه؟ ايوه سمع، برافو برافو احسنتم جميعا. ياء ملكيه، برافو. ومد بالايه؟ بالياء، احسنتم جميعا. نكمل، يلا. شايفين الاب مبتسم ازاي وباسم مبتسمين ازاي عشان فهم فهم الكتاب بتاعه بيتكلم عن ايه؟ قرانا الجمله. اول نشاط عندنا بيقول لك ايه؟ نشاط واحد، صل الجمله بالصوره المناسبه. قدامنا صورتين، برافو. اول صوره دي قلنا ايه في القصه؟ ريشه البطه. الثانيه ايه؟ الثانيه ايه؟ الكتابه بالريشه، احسنتم سمعاكم، برافو. يلا نشوف ايه اللي هيتصح، شوف اجابتكم صح ولا خطا. ريشة البطة أني صورة، أني صورة، بسرعة 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 بسرعة، أني صورة. سامعاكم، برافو أحسنتم. برافو. التانية الكتابة بالريشة، قلنا بنحط الريشة في الحبر أو اللون اللي هو اللون وبنكتب بطرفها. فين الصورة اللي هيكتب فيها بالريشة؟ برافو برافو أحسنتم جميعا. شطرين. يلا النشاط اللي بعده، نشاط اتنين. ضع وجها ضاحكا أمام الصورة الصحيحة. يلا نقرأ مع بعض. أقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت الكتابة. فاكرين لما كنا بنعمل النقطتين اللي احنا بنقول عليهم العينين والهابي فيس؟ أي صورة اللي بيقرأ فيها كتاب ممتع؟ دي قلنا إيه؟ الكتابة بريشة البطة. ودي إيه؟ أبي يقرأ كتابا ممتعا عن كيف بدأت القراءة. أي صورة اللي هنحط فيها الوجه الضاحك؟ أيوة أيوة سامعاكم سامعاكم أحسنتم، برافو. يلا بسرعة نعمل كتابنا. فين وقلمنا؟ اوعى نعمل غلط، أنا شايفاك، أحسنتم برافو. يلا الجملة اللي بعديها نقرأ بتأني، الكسرة من تحت يبقى هنعمل ايه؟ هنكسر. سامعاك. بوضع الريشة في لون ثم الكتابة بها. أني واحدة؟ أني واحدة؟ نكتب أني واحدة فيهم؟ برافو برافو أحسنتم. يلا نشاط ثلاثة، رتب خطوات الكتابة قديما. احنا قلنا اللي قديما كانوا بيستخدموا ايه؟ ريشة البطة، احسنتم سامعاك. بوضع الريشة في ايه؟ في لون ثم الكتابة بها. يلا نرتب الصور قدامنا اهي. اول واحدة ريشة الايه؟ البطة، برافو برافو احسنتم. تاني حاجة ايه؟ وضع الريشة في لون، احسنتم. رقم اتنين. تلاتة ايه هي؟ الكتابة بطرف الريشة. شطار شطار، برافو برافو يا جريد وان.
دلوقتي مع نشاط رقم 4، وبيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه نشاط رقم 4؟ ها، اختار الكلمة المناسبة الموجودة في القصة. 1، ريشة نقط، كانت أول طريقة ايه؟ كتابة. ايه هي، القطة ولا البطة ولا العصفور؟ سمع، برافو، البطة، أحسنتم. يلا رقم 2، أريد أن نقط معك هذا الكتاب يا أبي، أكله، ألعبه ولا أقرأه؟ أحسنتم، سمعاك وأنت بتقول أقرأه. يبقى إيه الجملة، نقرأها مع بعض كده. أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. نشاط 5، رتب الكلمات لتصف الصورة. عندنا صورتين وكلمات متلخبطة وعايزين نرتبها. أول صورة، تفعل يا، ماذا أبي، علامة استفهام. قلنا لما بنلاقي علامة استفهام بنبدأ بأداة استفهام اللي هي إيه؟ ماذا. أحسنتم جميعا، ماذا تفعل يا أبي، وحط بعد كده علامة الإيه؟ الاستفهام. برافو برافو، أحسنتم. نبدأ بأداة الاستفهام، ماذا كده تفعل يا أبي، ونحط في الآخر علامة الاستفهام. برافو، اوعى ننسى، أحسنتم. الصورة الثانية، نكتب كيف البطة بريشة وعلامة استفهام. برافو، واقفة تفكر. قلنا بنبدأ بأداة الاستفهام اللي هي إيه؟ كيف، عايز يعرف كيف. كيف، أيوة دي أداة استفهام وعلامة الاستفهام بتاعتها. يبقى كيف نكتب بريشة البطة وعلامة استفهام. نشاط رقم 4، معلش يا ولاد لحظة. ارسم، نشاط رقم 6، ارسم أكثر المشاهد التي أعجبتك في القصة وناقش أصحابك في السبب. أكتر حاجة أعجبتك إيه؟ اللي هو لما باسم دخل على والده وقال له إيه؟ أريد أن أقرأ معك هذا الكتاب يا أبي. برافو، أحسنتم جميعا. نبدأ في إيه؟ الجملة اللي بعدها، قالوا إيه؟ لأنه يريد أن يقرأ مع والده، لأن والده هيعلمه كيف يقرأ. لاحظ وتعلم، لاحظ وتعلم. فاكرين طبعا أنواع المد ثلاثة، ألف وواو ياء. الألف تحب الفتحة، الواو تحب الضمة، الياء تحب كسرة. برافو، يبقى كل حاجة قلنا فيها مد وممدود، الممدود يسبق الايه؟ المد. يلا مع بعض في أول نشاط، استخرج المد واذكر نوعه والحرف الممدود. كتاب، كتاب، مد بيه، سمعاك وانت بتقول ألف. برافو، والحرف الممدود التاء، أحسنتم. اللي بعديها حوت، حوت، مد بيه، واو، ممتازين، والحرف الممدود حاء. برافو، اوعى ننسى الضمه. كبير، مد بيه، ياء، والحرف الممدود باء. يلا نشوف اجابتكم صح ولا خطا مع بعض. يلا، ايوه، اول كلمه تاني، كتاب، مد بيه، ايوه، ألف. يلا اكتب ألف. برافو، التانية الحرف الممدود التاء، اكتب تاء على السطر، أحسنت. يلا حوت،
يلا نكتب مد بالايه في الخانه دي؟ على السطر. اوعى تكتب لي الواو على السطر، تعرف الواو بتنزل منين؟ من على السطر. واو، برافو، يلا هنا هنا بسرعه. ايوه شاطر، مد بالواو والحرف الممدود ايه؟ حاء. يلا اكتب، انا شايفاك، احسنت. تاء وحاء على السطر، برافو. يلا كبير، مد بيه الياء والحرف الممدود باء. طب ينفع يا ولاد كنا نحط على الباء فتحه؟ سامعاك، احسنت. لا كسر عشان مد بالايه؟ بالياء. شاطر، يلا نكتب ياء وباء. النشاط اللي بعده، نشاط 2، اختار الكلمة المناسبة. عندك هذا وهذه، طبعا فاكرين هذا وهذه، هذا للمذكر وهذه للمؤنث. يلا نشوف نقرأ. هاء نقط، ولد كبير. هذا ولا هذه؟ هذا ولد كبير، برافو. اللي بعديها، هذا أو هذه نقط، بنت جميلة. بنت جميلة مؤنث ولا مذكر؟ برافو سمعاك، مؤنث. جميلة مؤنث، تبقى تاخد ايه؟ هذه، تبقى الجملة ايه؟ هذه بنت جميلة. اللي بعديها، هو وهي. هو وهي نقط، يحب الرسم. هو ولا هي اللي هيحب الرسم؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب المذكر بتاخد هو ولا هي؟ هو، برافو احسنتم. انا او نحن، احب انا او نحن نقط، احب ابي. انا ولا نحن؟ قلنا لما الفعل بيبقى فيه الف بتاخد ايه؟ انا. ايه، برافو ممتازين. يبقى انا احب ابي. اللي بعديها، انا او نحن نقط، نلعب بالكره. الفعل اوله نون، يبقى هناخد له ايه؟ نحن، نحن نلعب بالكره. هو او هي نقط، تطبخ الطعام. مين اللي هتطبخ؟ هو يطبخ الطعام؟ تطبخ الطعام؟ لا يا معلمتي، حضرتك قلتي لما يبقى في اولها تاء بتبقى ايه؟ هي، هي تطبخ الطعام. النشاط اللي بعده، اكتب الكلمة التي، اكتب نشاط 3، اكتب الكلمة اللي، اكتب الكلمة تحت الصورة. اول صورة عندنا صورة ايه؟ هدهد، برافو. تاني صورة زرافة، احسنتم. تالت صورة صورة ايه؟ بيت. رابع صورة صورة ايه؟ ذرة. يلا نشوف اجابتكم صح ولا غلط. برافو يا ولاد، برافو. زرافته، بيت، سمعاك، سمع وانت بتقول، شطور احسنت. ذرة، احسنتم جميعا. نشاط 4، حول المذكر الى المؤنث والمؤنث الى المذكر. طبعا فاكرين كنا بنزود ايه؟ الشطوره، التاء المربوطه، برافو. يلا طبيب، هنحط لها، نحولها للمؤنث تبقى ايه؟ طبيبه، برافو. هنحط لها التاء المربوطه في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ في الاخر يا معلمتي، شطورين، انا سامعاكم، احسنتم جميعا. طبيبه، شطورين. كبيرة مؤنثة، هناكل التاء الايه؟ المربوط اللي احنا مذكر، يبعدي بشوية عني، هبقى اسمي ايه؟ كبير. صغيرة، انا سامعاك شايفاك وانت بتكتب، ايوه برافو، برافو. اللي بعدها، صغير، هنحط لها التاء الايه؟ المربوطة، هتبقى ايه؟ صغيرة على السطر، على السطر، شطار. كريمة، هنشيل منها التاء الايه؟ المربوطة. المتصلة ولا منفصلة؟ متصلة. نقول لها بعيدي شوية شوية صغيرين، تبقى اسمها ايه؟ كريم، شطار. شايفين؟ برافو، كريم.
يلا نشاط رقم 5، عبر عن الصورة التالية مع إضافة ياء الملكية. قلنا ياء الملكية بتيجي في آخر الإيه؟ الكلمة، بتخلي الحاجة إيه؟ بتاعتي مش بتاعت صاحبي. ده إيه؟ مين يبقى؟ برافو، أب. هنحط لها ياء الإيه الملكية، تبقى اسمها إيه؟ أبي. أبي. يلا نكتب الياء الملكية. برافو برافو. ده إيه الصورة؟ دي صورة إيه؟ كلب. هنخليه بتاعي ازاي؟ هنكتب ايه؟ كلبي. تالت صورة، صورة بيت. هنخليه بتاعي، هنقول ايه؟ بيتي، حاجة بتاعتي، بيتي. رابع صورة، صورة ايه؟ مدرسة. وهنقول ايه؟ مدرسة فيها تاء مربوطة، قلنا بنخلي التاء المربوطة تاء ايه؟ سامعاك، تاء مفتوحة. ونزود ونضيف ليها ايه؟ ياء الايه؟ الملكية، تبقى اسمها ايه؟ مدرستي، مدرستي. اهي التاء المربوطة، هنخليها تاء مفتوحة عشان التاء المربوطة ما بتعرفش تمسك في ايديها حد. خلينا ايه؟ مدرستي. احسنتم. نشاط 6، اكتب جملة وارسمها. هنكتب جملة احنا نعرفها، نعرف نكتبها وبخط جميل ومنسق، وبعد كده نروح عاملين ايه؟ نرسمها. نحن نلعب في الحديقة، نحن نلعب في الحديقة، نرسم اطفال بيلعبوا في الحديقة. كده بنكون انتهينا من قصتنا اللي قلنا ايه؟ اللي قلنا القصة بتاعتنا ايه؟ اصول اصل الكتابة. خلصناها وعرفنا ان اول حاجة في الكتابة ايه؟ ريشة البطة. وبعد كده خدنا التدريبات بتاعتها وعرفنا نفرق بين هذا وهذه، وقلنا المذكر والمؤنث. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا، وان شاء الله في درس جديد ايه؟ العب وامرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.